نصيحتي ليك أولى فقرتنا ونصيحتي لكم دائما أنكم تهلاو في صحتكم وتحافظوا عليها. نصيحتي ليك كل صباح معكم ضيوف اللي أكيد كما قلنا كنستفدوا منهم شيء الكثير. دائما معنا الأخصائية في التغذية سميرة المدغري اللي كنستفدوا منها، غنسمعوا ليها ونرجعوا نواصلوا معكم. نصيحتي ليك، نصيحتي ليك كل حاجة في حياتك أعطيها حقها. نصيحتي ليك، نصيحتي ليك فقرة ترافقكم كل صباح طيلة شهر رمضان مع الدنيا نلا على ميدينا اف ام. إذا طيلة الشهر الفضيل غادي نقدموا مجموعة النصائح وغيكونوا حاضرين معنا مجموعة ديال الضيوف. فطيلة الأسبوع للا سميرة المدغري أخصائية في التغذية وصاحبة ناتشورال هاوس بمكناس. صباح الخير للا سميرة. صباح النور، مرحبا بك. الله يبارك فيك. نعم، اذا اليوم قلنا غادي نتكلموا كيفاش نطيحوا الوزن في هذا الشهر الكريم، ولكن الخيبه هي ما نعرفوا شيء كي غادي نطيحوا هذا الوزن، لان كثير الناس كيخرجوا بزياده في الوزن، وهذا الشيء اللي ما خصناش يكونوا خارج الكواليس. واحد النهار قلتي لي الانسان ما خصوش يطيح وما خصوش يزيد في الوزن، يعني خصو يبقى وسط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا باش نديرو نقطة تواصل مع حلقة اللي فاتوا فهمنا دابا والحمد لله بأن الأكل هو عبارة على واحد المرحلة اللي ولا واحد الأكل اللي كنعملو كل يوم، وخصنا نكونوا مسؤولين أمام هاد العمل اللي كنديرو بالنسبة للجسم ديالنا. هو ماشي عبارة على طاقة كندخلوها الآلة اللي كتحرك، لا، هو عبارة على مكونات غذائية اللي هي ضرورية للجسم بالنسبة لإعادة النسيج في الخلايا، بالنسبة للنمو الأطفال، بالنسبة الوقاية من الأمراض، بالنسبة للمسائل كلها اللي تطرقنا لها. وما نقدروش نهضروا على الحمية في رمضان باش نطيحوا الوزن ولا نزيدوا الوزن قبل ما نهضروا على مشاكل السمنة. لأن المشكل ديال السمنة هو مشكل عالمي، وصلنا لواحد درجات السمنة اللي ولات يعني منظمة الصحة العالمية كتر وكتضرب ناقص الخطر. ولينا كنشوفوا مثلا أطفال اللي وصلوا لواحد السمنة اللي أكيد غادي يجيو لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الأبحاث العالمية كلها ورتنا وجبتنا يعني الحجج بأن أي واحد عنده سمنة مفرطة إلا وغادي يتعرض لأمراض، أمراض القلب والشرايين، أمراض الكوليسترول، أمراض مرض السكري. وإلا هضرنا على مرض السكري وصلنا لدابا 220 مليون مريض في العالم، واللي الإحصائيات تقول غادي نوصلوا ل 250 مليون مريض مرض السكري يعني على القريب، وأن كل 8 ثواني وفاة من مرض السكري. والمرض السكري هو العاقبة الأولى ديال السمنة، وكنزيدوا عليه مرض الكوليسترول. يعني خصنا نكونوا غير حنا عارفين بأن النساء اللي عندهم سمنة مفرطة احنا عندنا زيادة في الوزن هي البدء والخطوة الأولى لمشاكل الصحة. قبل ما نهضروا على الحمية خصنا نعرفوا على التشخيص، لان دابا صارت واحد العاده حتى حنا دابا في العيادات يجيو الناس في رمضان عطيني الريجيم ديال رمضان، عطيني الحميه، الناس تينتظروا يعني شنو غادي يوقع قبل الصيف باش ينزلوا الوزن. هذا كله مزيان، ولكن خصنا نكونوا مسؤولين ونحطوا اهداف، هذوك الاهداف اللي غادي نوصلوا لها ونوصلوا لها بطريقه صحيه وعلميه واللي ما فيهاش خطر. التشخيص عندنا احنا ثلاثه ديال المراحل، كاين قبل ما نبدا الحميه، اثناء الحميه، وبعد الحمية. قبل ما نبدا الحمية خصني نعرف بان انا وحيده، يعني الشخص هو وحيد على العالم، ما كاينش جوج منه، بحيث عندنا البصمه، ما كاينش البصمه كتشبه الاخرى، يعني اكيد ما يمكنش هاد الحميات اصلا. هاد الاسم ديال الحميه ممكن نغيروه نهضروا على نظام غذائي. هاد النظام الغذائي ديال ما يمكنش ديال الناس يتبادلوا ويتديروا يعني يطبعوا ويشوفوا من الانترنت ويجيبوا المسائل اللي هي كتكون صالحه للصديقه ديالهم ويديروها ليهم، لا. لان هنا كندخلوا في بزاف ديال المسائل اللي خصها تكون شخصيه. خصنا نشوفوا السن ديال السن، رجل ولا مرأة، طفل ولا شابة، مرضعة ولا حاملة، مريضة ولا الحمد لله صحيحة. وكنشوفوا التاريخ الأمراض الوراثية في العائلة. العائلة نعم. واش هاد الإنسان اللي بغى يدير الحمية في رمضان ولا بغى يطيح الوزن عنده مشاكل وراثية من جهة السكر ولا الكوليسترول في العائلة. كنشوفوا الطول، كنشوفوا الوزن، تنشوفوا نسبة الكتلة الدهنيات في الجسم، تنشوفوا نسبة احتباس الماء في الجسم. راه كاين بعض النساء اللي كيعانيوا من زياده في الوزن وكيكون غير احتباس الماء، لان عندها واحد النظام غذائي اللي هو تيكون طاغي عليه الملحه، او تكون عندها مشاكل هرمونيه، يعني وهي كتمشي دير شي حميات قاسيه وهي راه عندها مشكل ديال احتباس الماء. دونك تنشوفوا الكتله الدهنيه، كنشوفوا احتباس الماء، تنشوفوا لا كوربيلونس اوسوز ولا العظم، يعني كاين اللي كنقولوا يعني ببساطه العظم ديالها ثقيل ولا العظم ديالها خفيف. دونك هادو كلهم تناخذهم بعين الاعتبار باش عاد تنقولوا هل البرنامج الغذائي اللي غادي نعطيو لهاد
هذا الشخص ولا هذه المرأة ولا هذا الرجل ولا هذا الطفل ولا هذا المسن وكيفاش غادي نتبعه. دونك هذا ضروري نعملوها والحمد لله دابا الاختصاصيين في التغذية موجودين في يعني ما بقاش مشكلة نشوف اختصاصية في التغذية لا في مع الدولة ولا مع هذا، ولكن خصني ضروري خصوصا الناس اللي عندهم سمنة كبيرة، ما نقدرش على الناس اللي عندهم واحد 3 ولا 4 كيلو اللي ممكن يطيحوها غير بهاد الفوائد والنصائح اللي عطينا في هذا الاسبوع الى طبقوها وخذوا هذا شهر رمضان. هو اصلا راهو حميه، هو اصلا راهو نظام غذائي الهي رباني مقنن، غير ناخذوه كيف ما اتفقنا عليه. دابا كنهضروا حنا على السمنه المفرطه اللي الناس ما قدوش يطيحوا بوحدهم ولا ما قدوش يطيحوا بشكل هذا. الو هنا هضرنا على قبل مثلا صافي خدينا دابا البرنامج الغذائي شفنا نسبه السمنه، لان السمنه درجات وعندنا بعض المؤشرات اللي كتعطينا حنا كاختصاصيين ديال التغذيه كتعطينا كيفاش نتعاملوا مع هذا الشخص. هذا اولا ما نساوش بان كاين جوج انواع السمن. السمنه كاين السمنه اللي كتجي لان كتكون ثانويه لبعض الامراض او ثانويه لاخذ بعض الادويه مثل الاسترويدات الهرمونات ولا الناس اللي ما عندهمش الغده الدرقيه ولا كتكون وراثيه، وكاين السمنه اللي كتكون ناتجه على نظام غذائي غير صالح على كثره اللحوم وكثره الاجبان ونقص في الرياضه وهذو كلهم المسائل اللي كنعرفوهم. دونك هنا كيف قلنا ضروري نجلسوا ونديروا التشخيص ديال هذه السمنه، لان بزاف ديال العيالات تيمشيو يديروا سمنه تيمشيو يديروا حميه ممكن تكون خطيره على الذات ديالهم وهي عندها مشكل ديال الغده الدرقيه. نعم يعني هنا ممكن يعني هنا اللي ضروري التشخيص باش نعرفوا منين جايه. وحنا كاختصاصيين في التغذيه عاوتاني كنعطيو اليد للاطباء الا شفنا بان كاين مشكل يعني ماشي في النظام الغذائي، شفنا بان مشاكل صحه هنا كنصيفطوا عند الاختصاصيين وكنطلبوا منهم يرشدونا كيفاش نتعاملوا مع هذا الانسان. الو هنا شهدرنا قبل مثلا اثناء الحميه خصنا ضروري نحطوا اهداف ذكيه. شنو هي الاهداف الذكيه؟ هي الاهداف اللي ستكون عندنا بسيطه وكنقولوا عليهم يعني ممكن نعبروهم ممكن نوصلوا لهم، وخصنا تكون عندنا موتيفاسيون، خص يكون عندنا هذاك الانسان اللي كيدير الحميه يكون عنده رغبه باش يوصل لواحد النتيجه مزيانه. وهنا فاش تكون عنده اختصاص الحميه ديالو تيكون بحال الكوتش ديالو، هو راه ماشي صعيبه على الواحد يدير ريجيم وماشي صعيبه على الواحد ياخذ نظام غذائي غير يديرو بوحدو، وهي شربه المكور اللي كيدير ريجيم ايبر بروتيني ديال البروتينات، يعني كلهم كيعطيو نتيجه. ولكن السؤال واش غادي نبقى في ذاك الوزن ولا غادي نعاود نرجع الوزن اللي كثر منه بعد المرات كثر منه. علاش انا قلت في شهر رمضان ما نزيد وما نقص كهدف؟ لان كندخلوا لشهر رمضان وحنا ما عندناش الاهداف، داخلين غير هكاك ما دايرينش تشخيص للذات ديالنا، ما عارفين شنو واش بغينا نطيحوا ولا بغينا نزيدوا. المراه المرضع خصها تكون عارفه بان الرضاعه هي الحمد لله هي حميه من عند الله باش تطيح الوزن. المراه اللي كيكون عندها شهر رمضان غادي بواحد الشكل اللي اتفقنا عليه وكتكون تشتغل وكتقوم بمجهودات في البيت، راها كدير رياضه وراها دايره حميه. دونك ما نبقاوش نعقدوا الامور ونهربوا من الشريعه ونهربوا من هذا الشيء اللي احنا عايشينه في هذا الشهر رمضان ونقلبوا على شي معجزه ولا نقلبوا على شي حلول اللي كتجي وكتجي عصا. ما كاينش العصا السحريه، كاين نظام غذائي اللي كيعطي نتيجه يعني بالوقت اللازم ديالو. دونك هضرنا على قبل ما نبدا الحميه في التشخيص في تركيب الاهداف، هضرنا اثناء الحميه. اثناء الحميه اذا كان الواحد عنده مشاكل حتى نفسانيه، لان احنا وصلنا لواحد النتيجه، لان معظم خصوصا كنهضر اليوم النساء اللي عندهم مشكل ديال السمنه كتلقاي مأثره نفسانيا، كتلقى عندها ضغوطات في العمل في الشغل في المشاكل ديال الحياه، وفاش تبدا حميه ولا نظام غذائي لوحدها كتفشل، هي ما كتلقاش نتيجه ولا ما كتعرفش تلقى ما كتعرفش تقلب على النتيجه. هي النتيجه اكيد كاينه الا درنا مجهود بسيط، ممكن ما يبناش فوق الميزان، ولكن إذا كانت عندنا اختصاصيه في التغذيه غادي توريه لنا بالنسبه للكتله ديال الدهنيات. بالنسبه ممكن للسنتيمترات، يعني هذا الاختصاصي ديال التغذيه اللي تيكون معنا في اثناء الحميه هو كيحمينا ضد نفسنا ضد ذاك الاحباط اللي كيجينا الا ما شفناش النتيجه اللي بغينا في الميزان. دونك اثناء هذه الحميه ولا اثناء النظام الغذائي تيكون عندنا تواصل مع هذاك الانسان اللي عندنا معاه هذه العلاقه ديال الحميه، وما نساوش بان من بعد فاش تنوصلوا للنتيجه اللي بغينا والنتيجه خصها تكون صحيه كاين ما بعد الحميه. ما بعد النظام الغذائي اللي هو التثبيت الوزن في هذاك الوزن اللي وصلنا له اللي كيكون بالنسبه لنا صحي. كيفاش غادي ندير نثبت الوزن؟ ما يمكنش نبقى في ذاك النظام الغذائي اللي ما تناكلش الدهنيات وما تناكلش السكريات وما تناكلش النشويات، هذا الشيء ما يمكنش، لان كيف قلنا كاينه شهوه النفس، كاينه ما كاينش ليزولمون سوسيال، يعني انا عايشه في مجتمع كنتعرض تيجيو عندي ناس كنحط بعض المسائل اللي كانت تنتشهاوها وهذه طبيعه الانسان. ولكن
خاصنا نعرفوا بان هذاك الاكل فاش نكون تعلمت وعاود اعاده التربيه في التغذيه كنولي انا بنفسي اختصاصيه في التغذيه، كيولي هذاك الانسان اللي درتي حمية ولا دار نظام غذائي تيولي تيفهم حتى هو تيعرف الا غلطت هاد النهار وخديت دهنيات وسكريات شنو غادي ندير لغدا، غادي تحاول انك ما تاخذهمش عاوتاني، غادي نحاول نقص منهم. واش خديت المكونات اللي انا اتفقت معاهم اللي فهمت بان خديت فيتامينات، خديت املاح معدنيه، خديت مضادات الاكسده، خديت بروتينات من جوده عاليه، خديت وهذا الشيء. علاش ما كانش عندنا السمنه في ايام السبعينات؟ علاش دابا السمنه كثرت؟ لان ولينا حيوانيين كثر من نباتيين. وشنو تيقول الله سبحانه وتعالى؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا وقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صوره التين، يعني ربي سبحانه وتعالى خلقنا في واحد احسن تقويم. احسن صوره ولكن هذا الجسم الترابي خصنا نردوه للملاه كيف عطاه لنا. هذه عندنا يعني مسؤوليه، ما يمكنش نوصلوا لسمنه مفرطه، ما يمكنش ناكلوا بشكل غريب حتى نوصلوا للكتلات الدهنيه اللي كتعطينا امراض كبيره. هذا غير كانت ك ك ك يعني كاستاج باش نعرفوا بان هذا السمنه هو مشكل كبير وما يمكنش نبقاو تنتسناو الحلول الكبيره. الوغ شنو هو شهر رمضان؟ شهر رمضان هو احسن وقت اللي بغى يدير الحميه، اللي بغى يدير نظام غذائي، لان ما محتاجش فيه اختصاصيين في التغذيه، محتاج دابا غير يطبق هادشي اللي قلنا هاد الاسبوع كله. الا دخلنا لهذا الشهر رمضان وحنا عارفين بان هو نظام غذائي لانك ما كناكلوش في النهار، وحنا المشكل ديال السمنه اللي في المغرب وصل بان الناس ما بقيناش عارفين فوقاش تياكلوا. خرجي مع العشره تلقاي الناس تياكلوا في السناكات وفي المحلبات، خرجي مع الجوج تلقاي الناس تياكلوا، خرجي مع 12 اللي تلقاي الناس تياكلوا، لان الاكل عندنا من 24 ساعه 24 يعني ثم كيخواش ما تيخواش. ولكن حنا دابا ها هو الحمي، ها هو نظام جا عندنا، حنا ما كناكلوش النهار كله يعني الحمد لله. هذا يعني كانه مفروض علينا وكانه يعني ما عندناش كنديرو من غيره. ها هو نظام غذائي احنا عايشينه كلنا. ولكن كيفاش ندير انا نطيح الوزن في رمضان؟ نعم اذا كان عندي الوزن المطروح، لا اذا كان عندي الوزن الزائد راه خصني نطيحه، يعني هذه فرصه لا تعوض. ان مساعده بان الناس كلهم صايمين، مساعده بان النهار كله وانا ما عنديش لا تنتاسيون ديال الاكل، مساعده بان دابا فهمت بان الطاوله المغربيه ديالي خصها تكون يعني معقوله ومسؤوله اللي تفيدنا اللي تفيدنا في هذا. يعني ما نضيعوش هذه الفرصه. علاش انا قلت لك في الكواليس لاله دنيا بان هذا الشهر رمضان الناس اللي ديجا عايشين في هذه الفوضى الاكل وفوضى عدم النوم وفوضى عدم الحركه، لان كاين بزاف الناس اللي هاد رمضان راهم غير ناسين وما تيتحركوش وتياكلوا، واخا كاين هاد البرامج التحسيسيه، واخا الحمد لله الناس كلهم دايرين مجهود باش يوعيوا الناس. كاين اللي ما توفرلوش يسمع الناس، كاين اللي ما عندوش الرغبه، كاين اللي عنده احباط نفسي. لان ما نساوش بان اي واحد عنده مشكل سمنه كتكون عنده مشكل نفساني، وهذاك المشكل النفساني ما كيقدش هو يحلو لراسو، لانه هو صعيب عليه يقاوم من جوج الجهات. الو كيفاش هاد رمضان غادي نطيحوا الوزن؟ ممكن نطيحوا، عندنا الناس اللي متبعين معنا من الاول غير في هذا الاسبوع ما شاء الله طيحوا حتى الكيلو حتى الجوج. هو التطيح الطبي خصو يكون ما بين 700 غرام وكيلو في الاسبوع. نعم هاد رمضان الحمد لله في هذا الاسبوع الاول وشفنا نتائج كبيره، والناس اللي تواصلوا معنا عبر الشبكات هذا قالوا لنا اللي غير بالنسبه للنصائح اللي عطينا على الانترنت ولا على الهواء وصلوا النتيجة مزيانه. علاش انا قلت مرضيه؟ علاش انا قلت بان في رمضان الا ما كانش عندنا الرغبه وما كانش عندنا الاقبال باش نطيحوا الوزن على الاقل ما نزيدوهش. نعم بالفعل. على الاقل نثبتوا هذا الوزن وما نخرجوش منه، لان بزاف ديال خصوصا النساء كنهضر اليوم على النساء تيخرجوا في اخر هذا رمضان عاد تيمشيو يقلبوا على الحميات ويقلبوا على النظام الغذائي، وهذا خطر للذات ديالهم كيف قلنا، لان ما استفتوش نهائيا من النصائح اللي تقدموا لهم جميع القنوات، ما خداوش بعين الاعتبار الشريعه، ما خداوش بعين الاعتبار السنه. وحنا شنو تنقولوا للناس؟ غير طبقوا يعني طبقوا هادشي اللي تنقولوا، ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه ولا غادي تجيب لنا المعجزات. ما بقاوش في هذا العصر في هذا المعجزه هي ان نقنن الاكل ديالي ونقنن الرغبات ديالي والشهوات ديالي وكنقولها وتنعاونها. هذا راه جسم ترابي، هذا راه شي حاجه احنا ساكنين فيها وغادي نردوها لمولاها، نردوها في احسن وعلينا عليها حق، يعني الجسم عنده حق علينا. دونك فاش تنجلسوا على الطبله ونوليو كنتناولوا، ما نساوش بان الحيوانات كانوا تياكلوا العلف المزيان، كانت حتى فاش تناخذوا اللحوم والالبان والاجبان كنا تناخذوها قليله الدسم. دابا وكنا حنا كناكلوا القطاني، دابا القطاني كنعطوهم للحيوانات وتنعلفوهم بواحد الشكل اللي اللحم ديالهم كيولي كثير دسم، ولينا حنا تناكلوا اللحوم بواحد الكثره والنبات ولا عندنا قليل. وهذاك الغذاء النظام النباتي كثر فيه النبات راه هو الحميه اللي خصنا نمشيو، لا ما نقلبوا على 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 على, على يعني اشياء اخرى. والحمد لله اللي قلنا حنا البحر الابيض
المتوسط ولهاد الريجيم كريتوا اللي هو كما كان الاسلام في, في الاندلس وفي هاد يعني هنا 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 عندنا التاريخ ديالنا, هنا التاريخ الحميه الشرعيه, هنا النظام الغذائي اللي فيه السنه واللي فيه الحمد لله القران, هو عطانا جميع النظام الغذائي كله موجود والحمد لله. سوره النحل هي سوره علميه وفيها مسائل كبيره اللي احنا عاد دابا بزاف ديال الابحاث الناس كيديروا الابحاث العلميه كيتوصلوا لها عن طريق هذا. الوغ باش نختموا هذا الحلقه اللي هضرنا على السمنه وكيفاش نطيحوها في شهر رمضان, غير خصنا نعرفوا واحد القضيه هي راه ماشي سهله. احنا دابا كنعطيو النصائح وممكن ندوزنا مع بعضنا هذا الاسبوع وكيجي نصافي بان الناس توصلوا بهذا صعيب لان كاين الاشهار, كاين كاين هذا لا تونتاسيون يعني كاين كيمشيو الناس الاسواق الحره وتلقاو واحد الشكل يعني تقني وواحد الشكل ذكي اللي كتدفعهم يشتريو ويستهلكوا. وما نساوش بان الاطفال هم اللي كيسيرونا دابا يعني الا مشيتي الاسواق وشفتي كتلقاي الام غاده والطفل هو اللي كيهز ويحط في هذاك الشاريو, وهنا خصنا نحميو راسنا ضد هاد يعني المستهلك خصو يكون واعي ويعرف بان راهي حرب, غادي ياخذ حرب ضد نفسه وضد الشهوه ديالو اللي هادي حنا ان شاء الله نكونوا تمكنا نكونوا وصلنا لواحد النقطه اللي نقصناها باش الانسان يكون شويه وعى في هذا الموضوع. ولكن ما نساوش بان الاطفال هما حتى هما تيزيدونا لبعض المسائل, ما نساوش بان المراه اللي كتشتغل اللي كتخلي البيت ديالها وكتجي النهار كله في الشغل وما تكونش الفاتوره هي النظام الغذائي اللي ماشي هو مزيان في البيت. يعني حتى المراه اللي خرجت تشتغل ما نساوش بان المسؤوليه ديالنا هي نظام غذائي في البيت, لان الا ما نظمتش انا الاسره ديالي وما نظمتش بعدا انا الاكل ديالي كيفاش غادي ما يمكنش. دونك ما كنحملش المسؤوليه للمراه بوحدها, غير تنقول بحكم انها هي في المطبخ هي اللي ربت البيت كتبقى عندها ذاك المسؤوليه الكبيره ديال الاختيار. وننسى ما ننساوش لان في التربيه ديال الاولاد ديالنا نزرعوا من دابا النظام الغذائي, لان الا حنا دابا ما بين وبين يعني علاش هضرت على السبعينات, حنا الجينيراسيون ديال السبعينات يعني حنا غاديين وتنشوفوا السمنه تتكثر. بالنسبه لكم بالنسبه لهاد الشباب ممكن ما كتلاحظوش بان ممكن طفل دايز عنده سمنه ما بقاتش تتخلع ولات عادي, ولكن حنا لا, حنا ما عمرنا ولفنا هاد يعني كتخرجي للشارع وتلاقي 10 ديال النساء سبعه عندهم سمنه مفرطه, ثلاثه اللي غاديين يعني هادو احصائيات ماشي مدقوقه هذه كنهضر غير العين المجرده يعني. وهذا خصها تكون عندنا هذا, وباش نعاود ناكد ما نبقاوش نتسناو المسائل السحريه, راه ما كاين حتى شي حميه اللي كطيح الوزن في وقت وجيز وكتعطي الحياه الضمان بان ذاك الوزن غيبقى, لا هي نظام غذائي وهي ثقافه وهي مسؤوليه. وبعض النساء اللي تنقولها لهم تنقول لهم خصكم تحاربوا السمنه حياتكم كلها, لان عندكم وراثيا عندكم لجين اوبيزوجين يعني انتم جايين من واحد العائله اللي عندها سمنه خصكم تحاربوها حياتكم كلها. مره كنطيحوا مره تنوضوا مره كتجينا الاغراءات مره تيجي سفر مره تيجي عطل مره كيجي اعراس كناخذوا فيها ممكن تناخذوا, ولكن ما يمكنش نتسناو حتى ناخذوا 6 ولا 7 كيلو عالم. لا خدينا كيلو جوج بالنسبه للوزن, وهنا كاين فرق ما بين الوزن الصحي والوزن المثالي. راه ماشي ضروري نكونوا كلنا 38 تلبسوا 38, ما يمكنش كنا نكونوا كنشبعوا بعضياتنا. لا حنا مغاربه ممكن بعض المرات راه بعض النساء انا كنطلب منهم تبقى عندهم واحد 3 ولا 4 ولا حتى 5 كيلو زايده على الوزن الا كانوا سن ياس وعندهم هشاشه العظام. يعني حنا كناخذوا بعين الاعتبار بزاف المسائل, انا كنخافوا من الطياح تنخافوا من الهرس, كنفضلوا الا ما كانش عندنا مشكل الكوليسترول ولا السكر كنفضلوا تبقى هذيك المراه شويه عندها بعد هذا. هذا الشيء علاش عطيت هذه النقطه غير باش نقولوا بان ما يمكنش نكونوا حنايا تنشبعوا البعيات كل شيء رقيق وكل شيء. لا هنا كنرجعوا للمسائل الشخصيه. وباش ندير الخلاصه على شهر رمضان, راه هو شهر رمضان هو اختصاصي في التغذيه, الحميه هي موجوده, النظام الغذائي هو محطوط عندكم فوق الطبله. اللي بغى يطيح في الوزن في شهر رمضان يدير غير هذه النصائح اللي هذا عبد ربي البسيط بتجربه بسيطه زدنا بهم هذا الاسبوع. نعم. وربي سبحانه وتعالى غادي يوفقنا باش نكونوا بلغنا هذه الرساله. نعم. وان شاء الله الحلقه ديال غدا غادي نمشيو شويه اكثر في السمنه, ممكن غادي نعطيو بعض النصائح عمليه, وخصوصا غادي نهضروا غدا على كيفيه الطبخ.
يعني حتى دابا كنشريو المكونات المزيانه كنقوموا بتحضير الطباق اللي فيها الياف وفيها فيتامينات ولكن واش حافظنا على داك الفيتامينات؟ راه بعض المرات نغسلوا الفواكه والخضر بواحد الشكل اكثر من اللازم غادي نضيعوا الفيتامينات اللي كيتحلوا في الماء اكثر من اللازم. بعض المرات الا قمنا بطهي هذاك الطاجين اللي حنا كنشجعوا الناس ياكلوا فيه شويه ديال اللحم وشويه ديال الخضر الى تحضر بواحد الطريقه اللي ماشي هي سليمه يعني ما بقاش فيه الفوائد. يعني ان شاء الله غدا غادي نطرقوا لهذا المشكل ديال كيفاش غادي نشريو، كيفاش غادي نخزنوا، كيفاش غادي نحضروا، شنو هما الاواني اللي غادي نحضروا فيهم. ممكن الا كان بقى لنا الوقت غادي نهضروا شويه على هذا البلاستيك اللي اليوم كيستعمل بشكل كبير في المطبخ سورتو في هذا الشهر رمضان كنشوفوا العلب والناس تيخبعوا تيجبدوا بزاف ديال المسائل كيتكونوا في الخزان في المبرد وكنجبدوا غير كنسخنوا وكنحطوا. هادو كلهم مسائل اللي غادي نتفاداوهم وممكن نعطيو نصائح فيهم وحتى نعرفوا بان هاد الفرصه ما تفوتنيش. هادوك الاوراق اللي هادو الومنيوم هذا ممكن نتفاداوهم، ممكن نستعملوا اوراق العنب، ممكن نستعملوا الكرم، ممكن نستعملوا اوراق الملفوف، ممكن اوراق الموز. يعني نحضروا بهم. هنا الثقافه كاينه الاكل اللبناني والشامي كنلقاو فيها الثقافه ديال الاوراق. هذه مزيان نقلدوها، ما نقلدوش غير الاوروبيين والامريكيين في الاكل السريع. نشوفوا حتى الثقافات ديال هذوك الدول العربيه اللي فيهم هذاك الملفوف العنب وهذوك المسائل اللي ودابا فاش تنشوفوا الناس يعطوا وصفات في رمضان تنشوفوا وصفات غربيه اكثر من هذوك الوصفات اللي حنا عندنا في هذا. دونك نستعملوا هذاك ورق الملفوف ان شاء الله كاوراق هذا وغدا ان شاء الله ان شاء الله نتكلموا على كل هذه الاشياء. شكرا لك سميره المدغري اخصائيه في التغذيه وكذلك صاحبه ناتشور هاوس بمكناس. كنشكر كل متابعينا الاوفياء.